السلام عليكم. قبل ما نتقاسم معكم التفاصيل والاحصائيات معطيات ديال وزاره الداخليه ديال عدد الحالات ديال الوفيات والاصابات جراء الزلزال المدمر اللي ضرب المغرب، غادي نتقاسم معكم واحد المقطع قصير ديال واحد الشاب مغربي اللي خلق الحدث في عز هذه الازمه هذه وفي هذا الحزن، هذا حول الحزن الى فرح. مقطع قصير يستاهل ان نتقاسمه معكم باش تشوفوا يعني المغاربه ظريفين صراحه، خاص غير اللي يعتني بهم. شوفوا هذا المقطع قصير كملوا الكلام ديالنا. اخوان عرفتي دابا كاينين ود الدري صاحبي في الدار، الدري صاحبي خليته كيدير الطاجين في الدار وانا جاي كنجري عنده، غادي راه الاخر الاخر هذه. شوف ما مسامحش الطاجين حتى والو، راه الموت مع الحباب نزاها الخوت فهمتي، ويا ربي تحفظنا اخويا فهمتي. ها نتوما الطاجين زار زي شوف من فوق البوطه اخويا، خارج كتلعب والو خارج بيه ما معاطكش خويا. عرفتي دابا المشكله شنو هي؟ الناس كلشي طالع لي من الدم، ما بان لي مسيد خارج الطاجين ترى بنادم ولا كيكركر بالضحك. ورا الاخر شتي هادي والله الا الاخر. دابا الاخوان سمعت واحد البلان والله الا عطيت تبورش، ديت واحد السيد سكران ويقول لهم وانا هاري كنت غنموت سكران. اخوان اللي ما كيصليش يولي صلي، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، والله يخرجنا من دار العيب بالعيب يا مروه. راه الاخر هادي راه عطيتي هربتيه ليا والله لا. وانت شنو الفرط في عشاتي الموت اخويا شبعانه، وانت الموت راه جايه جايه. هما غيقولوا الناس في التعليق والله احنا ما غنموتوش غنموت، يرموش مع الحباب نزاهه فهمتي. الله يحفظنا الخوت راه كنضحك. سبحان الله العظيم، الشعب طيب صراحة، خاص غير اللي يعتني به. في عز هذه الأزمة والحزن خلقوا الحداث وضحكوا الناس، وخا ماشي الساعة ديال الضحك، ساعة ديال الحزن مع الأسف الله يرحم الموتى. ولكن غير باش تأكدوا وتعرفوا بأن المغاربة راهم شعب طيب، خاص غير اللي يعتني بهم، خاص غير اللي يشوف بهم. ناس كيحبوا بلادهم وباغين غير الخل بلادهم وباغين غير التعادل، ما باغيش شي حاجة أكثر من التعادل، يجيبوا غير التعادل ما يهضروش معك صراحة. واخا سيدي ندخلوا في التفاصيل ديال والمعطيات والاحصائيات اللي خرجت من وزاره الداخليه لحد الساعه. هاد التفاصيل نتقسم معكم بالنسبه لليوم السبت 9 شتنبر مع الوحده ديال النهار خرجت هاد التفاصيل ديال وزاره الداخليه. طبعا وسائل الانقاذ والسلطات والجيش الملكي والوقاله المدنيه والاسعافات كلشي مجند دابا حاليا في المغرب باش انهم ينقذوا ما يمكن انقاذه ويحصيوا المسائل كامله. في نفس الوقت كاين واحد التحذير مع السفاره الامريكيه بان الناس خاصهم يردوا بالهم بهذه ال 24 ساعه اللي جايه، ربما لا قدر الله قدر الارض تولي تحرك مره اخرى. يعني حنايا ما نتمناوهاش، ولكن هذا فقط كيبقى تحذير مع السفاره الامريكيه اللي حضرته. لحد الساعه عدد الاصابات وعدد الوفيات غنتقاسم معكم بالنسبه لهذا النهار هذا ديال 9 شتنبر. 1037 حالة وفاة اللي مشات في المغرب، 1037 ضحية ديال الزلزال، الله يرحمهم كاملين جميعا ويسكنهم فسيح جناته. عدد الإصابات 1204 والحصيلة مرشحة للارتفاع. اللي خايبة هو أن في يوم 721 حالة خطيرة، إصابة خطيرة، هنا خاص تضافر الجهود ديال كلشي، خاصو يصبر هاد الساعة هادي ويمتثل يعني إن شاء الله يكون تضامن كبير ما بين المغاربة. اقليم الحوز، كنهضروا اقليم الحوز يعني كنهضروا على مراكش والنواحي، 542 حالة وفاة. تارودانت 320 حالة وفاة. شيشاوا 103 حالة وفاة. ورزازة 38 حالة. كاين غير حالة واحدة ديال الوفاة. هادو هما الحالات ديال الوفيات وديال الاحصائيات ديال عند وزارة الداخلية اللي خرجت هاد نص النهار هذا. واش غادي تزادوا ولا لا؟ الله اعلم، لان العملية مستمرة في الانقاذ وكاع السلطات مجهزه باش دير خدمتها. اللي خاص المغاربه يعرفوا وان يردوا البال ديالهم هاد الليله هذه، لان ربما هادشي مازال محبس. هاد الزلزال اللي ضرب البلاد، الحاله اللي صراحه اللي كتحير، الى رجعنا التوقعات ديال الهولندي فرانك هوغريت كان توقع بان المغرب يوقع فيه زلزال، وقال بان الزلزال اللي غادي يضرب في المغرب السبب ديالو ديك النشاط البركاني وحركه الكوكب والتغير المناخي ديال والغلاف الجوي. المغرب معرض لواحد الزلزال اللي هو كبير، قالها ديك العالم ديال الجيولوجيا الهولندي. واش هو علم ولا شي حاجه مخدومه؟ الله اعلم. يعني كانت توقعات ديال العالم الهولندي كيف ما توقع الزلزال غادي يوقع في تركيا، توقع بانه غادي يوقع في المغرب. التوقع ديالو في تركيا فعلا حدث، يعني شفنا الزلزال اللي ضرب تركيا، والتوقع ديالو اللي وقع في المغرب ها هو حدث اليوم وحنا كنعيشوه. في نفس الوقت نفس الكلام قالته داك العرافه او لا ما عرفش مع من خدامه هذيك، ما عرفش مع من خدامه هذيك، ان توقعات ان غادي يوقع زلزال في المغرب.
وقع، يعني هذا الشيء اللي كيخلي الامر محير، كيتوقعوا الزلزال. عالم بوحدو اللي هضر على الزلزال. واللي حيرني اكثر ان هذا الشيء كامل اللي وقع، السلطات المغربيه او الاعلام المغربي قبل حدوث الزلزال كان ساكت، داخل سوق راسو ما هضر ما تكلم. واللي كيزيد يحيرني اكثر ان واحد السيد سميتو عز اخنوش رئيس الحكومه المغربيه، دابا 24 ساعه اللي دازت على الزلزال وباقي ما هضر ما تكلم، لا تغريده لا تيك توك لا فيسبوك لا انستغرام لا شي كلمه لا شي حاجه، باقي ساكت، باقي لحد الساعه بالع فمه. هذا رئيس ديال الحكومه، يعني العالم ساق الخبر وهو ما عرفوش ساق الخبر ولا مازال، لان الفيلات ديالو ما تقاسوش بطبيعه الحال. نتمنوا انه يسوق الخبر ويعزينا في الناس اللي ماتوا ويدير الخدمه ديالو ان شاء الله، ويرجع الاعتبار الناس اللي توفاو والناس اللي باقيين حيين. هادشي هذا الاخوان، صراحه هادشي كامل اللي كنتقاسموه هو كيخوف، فعلا كيخوف، ولكن الصرف هاد القضيه كلشي اللي كنسمعوه دابا واللي كنعيشوه دابا سبحان الله العظيم بحال اللي كنا عارفينه من قبل. اي بلاصه تقريبا في جميع البلدان ديال العالم بحذافيرها، كل وحده كل دوله خدات واحد طريح، كل وحده تقاست من جهه، اللي ما تقاستش بالفيضان تقاست بالزلزال، اللي ما تقاست بالزلزال تقاست بالحرائق، اللي ما تقاست بالحرائق تقاست بشي حاجه وحده اخرى. وهادشي هذا عشناه دابا وباقي ما تسالاش، وعاد هما كيوجدوا لنا واحد الخدمه لوحده اخرى في هذه الاشهر هذه القادمه. قال لك غادي يكون واحد الموجه جديده ديال واحد الوباء جديد اللي غادي يعرف واحد الاغلاق عام في العالم في هاد الشهور اللي جايين، شويه من ربي وشويه من عبده، ولا كلشي من عند عبده الله اعلم. يعني صراحه تخلطونا الحبوله، ما بقيناش عارفين واش كوارث طبيعيه ولا كوارث مفتعله من طرف الانسان. حنا كيبقى راه مجرد سؤال، الا كانوا الناس كيفهموا في العلوم كيشوفوا هذا الفيديو هذا يقدروا يشاركونا في التعليق ديالهم ويقولوا لنا شنو وقع، واش فعلا هادشي هذا كوارث طبيعيه ولا بفعل فاعل، ولا ما عرفناش، ولا حنا العلم ديالنا قصير، ولا حنا ما عارفينش بزاف ديال الامور، ولا عارفين كل شيء، ولا ما بقيت فاهم والو انايا. صراحه شي كيقول لك مفتعل، شي كيقول لك كوارث ديال ربي والعقاب ديال الله حيت الناس خرجوا من الطريق. الله اعلم، فعلا اخر الزمان علامات الساعه كامل بانت، فعلا هادشي اللي كنعيشوه في نفس الوقت المخطط كبير ديال النخبه اللي باغا تحكم العالم، حتى هي دايره الخدمه ديالها في هادشي هذا كامل، حتى هي قادره تخلق زلازل، قادره تخلق براكين، قادره تخلق كوارث طبيعيه، وهي كوارث اصطناعيه. كل شيء ممكن الاخوان، شاركونا في التعليق ديالكم شنو بالكم في هادشي اللي وقع، هادشي اللي كيعيشوا لا في المغرب ولا دول اخرى. من الفيديو ولكم التعليق، ديروا واحد لايك خلي الفيديو يطلع، بارطاجي كي تعم الفائده حتى الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.